ظروف. ينطلق الشوط السابع من هذه الأمسية كأس جزيرة فرس ركن للخيل المهادنة الأصيلة إنتاج محلي تكافأ الدرجة الثالثة على مسافة 2000 متر. 13 جواد يشارك ويتنافس على هذا الشوط، عندنا الشموس وكير سهيل قطر برامز تركيا وإيدياس تحيل اليتيمة سر من رأى الغمامة متمرد وسرمد بوثيلة نادراها وأجال انطلاقة موفقة مع أجال لعلي بن سعيد النعيمي والمدرب أحمد قبيسي مع الخيال محمد عبد الملك على الصدارة وعلى المركز الأول. المراكز محاولة مع الجواد اللي وراهم اثنين، الجواد سر من رؤى للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني ومحمد الأحمد في تدريب ميركوس أنا على المركز الثاني، ثالثا يتبعها الجواد اللي هو رقم 11 سرمد بوثيلة للتميمي ريسينج مع خالد الأحمد في تدريب رنين أرفند على المركز الثالث. رابعا محاولة من الجواد اللي هو رقم 3 سهيل قطر لمحمد عتيق المري مع صالح المري على المركز الرابع. خامسا محاولة مع اليتيمة لسيد ناصر سيف الكبيسي وجوزيك الواترو على المركز الخامس. سادسا محاولة مع ودنان ريسينج احد المرشحين في هذا الشوط، الجواد اللي هو رقم 4 برامز لودنان ريسينج مع الباند ميول والبيتو سنة على المركز الخامس. سادسا محاولة ايضا من قبل الجواد اللي هو رقم 6 ايدياس تحيل لمربط الجريان مع المدرب محمد بن حمد اللي عطيها مع شتيبان مزور على المركز السادس. الى الصداره وعوده الى المركز الاول مع الجواد اللي ورقم 11 سرمد بوثيله للتميمي ريسينج والمدرب خالد محمد لاحمد برانين ارفند على المركز الاول. معاوله مع اليتيمه مع حمد الجهني مع الجواد اليتيمه لناصر سيف الكبيسي جوزيك الوتر يتقدم بكل قوه، والصداره ايضا مع ودنار ريسينج مع برامز مع الباند ميول ودنار ريسينج البيتو سنة على الصداره وعلى المركز الاول. ايضا معاوله من الخارج مع الجواد اللي ورقم 7 اليتيمه لناصر سيف الكبيسي مع حمد الجهني يتقدم بكل قوه، ناصر الكبيسي الان مع جوزيك الوتر واليتيمه محاوله الجواد اللي ورقم 4 برامز ودنار ريسينج، لكن الصداره مع اليتيمه مع حمد الجهني منافسه قويه بين الباند ولكن صدر والمركز الاول مع يتيمه دخول جماعي فعلا الجواد اليتيمه لناصر سيف الكبيسي وجوزيك الواترو مع حمد الجهني. اذا النتيجه النهائيه يا سيدات والساده، صدر والمركز الاول مع الجواد اللي رقم 4 برامز لأستاذ ودنار ريسينج ومدرب الباند ميول والخيال البرتسانة. مبروك ثانيا مع اليتيمة للسيد ناصر سيف الكبيسي والمدرب حمد الجهني، ثالثا مع الجواد اللي رقم 3 سهيل قطر لسيد حمد عتيق المري والمدرب عبدالعزيز المري، رابعا مع جواد إيجيس تحيل لمربط الجريان والمدرب محمد بن حمد العطية، خامس المراكز مع الجواد الشموس لسيد سيد بن مبارك النعيمي والمدرب أحمد القبيسي. مبروك الفائزين في هذا الشوط. المدرب الباند ميول مدرب الجواد بارمز. المالك السادة وذنان ريسينج نيابة السيد علي يوسف الكبيسي. مبروك. والصورة الجماعية والتذكارية بطاقم الجواد بارمز. ملك السادة وذنان ريزينج المدرب الباند ميول والفارس ألبرتو سنة. مبروك.